اللايك كيعاونني بزاف باش نستمر. السؤال اللي جاني اليوم في الانستغرام هو علاش ما كنجيبش مزيان، شنو هو السبب؟ اوكي غنجاوب عليه في هذا الفيديو، نتلاقى مور الاعلان. وقبل ما نبدا هذا الفيديو، اي واحد عنده اولى باك علمي، عنده سيزيام علمي او لا باك حر علمي، كنصحو يشري هذا الكورس هذا اللي غادي يسهل عليه الماده ديال الاجتماعيات وتولي ساهله ويجيب فيها انقطاط في الفروض وفي الجهاوي. اغتنموا الفرصه في هذا العرض هذا، غيسهل عليكم الماده كامله. اللي بغاه يتواصل مع الرقم هذا الرقم هذا ولا الرابط اللي كاين لتحت. اوكي، السؤال ديال علاش ما كنجيبش مزيان، شنو السبب، شنو الاسباب؟ هما كاينين جوج الاسباب نشاركهم معك اليوم. جوج اسباب، يا اما ما كتقادش شي جدول، كتفكر في واحد الجدول ديال الحوايج اللي خاصك ديرهم في نهارك، يعني ما كتقادش واحد الجدول تحدد به نهار كيفاش خاصو يدوز ونهارك تيدوز بالزربه وما تدير فيه والو. يا اما كتراجع ولكن كتراجع بطريقه غلطه. هادو من اهم الاسباب ديال النقط اللي تيكونوا ضعاف. فالنصيحه الاولى هي قد واحد الروتين يومي ديالك او لا جدول ديال شنو غتراجع اليوم، شنو هما المواد اللي خصك تراجع، واي ماده راجعتيها كتب حداها علامه كروا ولا علامه في فاليدي ملي تكون ساليتي فيها الخدمه ولا القرايه ولا المراجعه ولا الحفاظه ولا ايا كان. هكا غتراسي حياتك اكثر وغادي تعجبك الطريقه، حيتاش غتراسي لك الحياه ديالك في اي حاجه كديرها كل نهار، وتيولي نهارك محسوب، يعني شنو غدير فيه كل وقت، شنو غدير فيه وشنو خصك دير هذا النهار هذا. ثاني حاجه هي الطريقه اللي كتراجع بها. بالنسبه للطريقه اللي كتراجع بها، خاص تهز معلومات كافيين في واحد الوقت كافي بواحد المجهود كافي منك، وما يمكنش الا درتي هذا الشيء ما تجيبش مزيان. اوكي، هنا سال الفيديو، نتلاقاو في الفيديو الجاي. الى اللقاء، وما تنساوش تابوناو ولا تفولووني في الانستغرام وتابوناو في القناه. نتلاقاو في الفيديو الجاي، الى اللقاء.